الاكوار. التواصل المستمر وانطلاقة شوط من اشواط الصباح، وهو الشوط الرئيسي والمخصص للانتاج الزمول. هنا في هذه اللحظات نشاهد واياكم اندفاعة هذه الاسماء المنطلقة والمندفعة. نتابع هنا الانطلاق والمقدمة مباشرة مع اول المندفعين. هنا نتابع شعار بن سفران هنا مع الغزال، الغزال على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوط. نشاهد الغزال مع اندفاعته لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن سفران هنا في هذه اللحظات مع المركز الاول ومع المقدمة. وهذا الغزال هو صاحب الانجازات ايضا في سنينه الماضية. نشاهده هنا في هذه اللحظات مع اندفاعته في مقدمة الشوط. نشاهد الغزال في المركز الاول وفي مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، نشاهد المركز الثاني ومن يصلنا هناك هذه اللحظات، زعفران لمشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على المركز الثاني مع زعفران. هذا هو زعفران اللي في رصيد نقاط رئيسية. نشاهد هنا زعفران في المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع القدوم هنا ايضا والوصول من اسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على المركز الثالث في هذه اللحظات. نشاهده اسعاف هنا في هذه اللحظات ينطلق ويندفع مع هذا الانطلاق. المركز الرابع نشاهد من الجانب الايمن في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع ثابت لراشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. نتابع، نشاهد الأسماء، نشاهد التحديات، نشاهد هناك أسماء قادمة، هناك أيضا الخوار قادم، وهناك بن ذروة قادم أيضا مع مروح، وأسماء قادمة. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى الغزال وبن سفران مبارك بن عبد الله من يتابع، من يرافق الغزال. هذا هو المضمر المتألق هنا، راعي الغزال، والغزال أيضا متواجد في مقدمة هذا الشوط وبشوط رئيسي واندفاع صباحية. هنا في هذه اللحظات ينطلق برفقة بن سفران. يا سلام يا سلام يا الغزال بأدائه الجميل في مقدمة الشوط، ينطلق ويندفع مع المركز الأول ومع الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. مع المقدمة نشاهد الغزال من يندفع بينما المركز الثاني، المركز الثاني نشاهد زعفران. زعفران خطير يا جماعة، زعفران اللي على المركز الثاني يندفع هنا مع مشلش بن سعيد الخيارين على المركز الثاني، وينطلق بهذا الأداء والاندفاع في مقدم المركز الثاني مع هذه اللحظات. ووصافة على الغزال، يا سلام، مع المركز الثاني. المركز الثالث اسعاف على المركز الثالث لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على المركز الثالث. هنا نشاهده وهذا هو شعار الحميدي يصلنا مع المركز الثالث. يا سلام بهذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. نشاهد هنا اسعاف على المركز الثالث راعي ملامح، يا سلام، مع المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع نشاهد سراب لمحسن بن سليم بن بخيت الخوار على المركز الرابع، ينطلق بأيضا رفقة سراب اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد هنا في هذه اللحظات اللي هو شاهين على المركز الخامس مع مالك عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي مع المركز الخامس، وهذا هو شاهين اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة والمندفعة. نشاهد هذه الأسماء ايضا مع هذا الاندفاع الصباحي. يا سلام يا سلام، نتابع واياكم المقدمة وصراع المقدمة، صراع المقدمة ما بين هذين البطلين. يا سلام يا سلام، على المركز الاول والثاني هناك الغزال على المقدمة مع بن سفران من يتابع ويرافقه. هناك عبد الله بن مبارك بن سفران المري مع المقدمة، مع الصدارة، مع الغزال اللي مندفع منذ ان ارتفع ستارت وهو في مقدمة
مقدمة الشوط ينطلق بهذا الاندفاع والمقدمة والصدارة. المركز الثاني زعفران، والمركز الثاني هناك أيضا مشلش بن سعيد بمحمد الخيارين قادم مع زعفران بالمركز الثاني. المركز الثالث شراب بدأ يتسلل على المركز الثالث، نتابعه في هذه اللحظات هنا مع بن سليم الخوار. هناك محسن بن سليم بن بخيت الخوار على المركز الثالث ينطلق بهذا الأداء والاندفاع. هناك أيضا وصول آخر، من وصلنا؟ وصلنا هنا مروح لعبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي، يصلنا هنا في هذه اللحظات شعار فال وشعار العديد والعديد هنا مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على المركز الخامس. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة، ولكن شوفوا شاهين اللي بدأ يتسلل ويغير من مركز إلى مركز بهذا الانطلاق إلى المركز الثالث، الدخل أيضا على قائمة الخمس المراكز الأولى المتقدمة. يا سلام، هنا صراع مبكر واندفاع أيضا صباحية، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى المقدمة إلى المركز الأول، إلى أيضا مع انتصاف المسافة. نشاهد الغزال، نشاهد الغزال المتمسك في مقدمة الشوط بانطلاقته واندفاعته مع المركز الأول ومع الصدارة. يا سلام يا الغزال، الغزال لعبد الله بن مبارك بن مسر، عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن سفران. هنا في هذه اللحظات هنا نتابع في هذه اللحظات نتابع وإياكم في هذه اللحظات الغزال، والغزال هو صاحب السيارة أيضا في مهرجان الأمير الوالد، ومن حقق الشوط الرئيسي في الفترة الصباحية. هناك الغزال، يا سلام، مع بن سفران ويا مبارك يا بن عبد الله. ركز ركز الجماعة واصلين. زعفران خطير في لديه نقاط في هذا الموسم، زعفران مشلش الخيارين، وهذا هو شاهين. شاهين أيضا الرموز، أيضا من أخذ الرموز في رصيده هنا مع أيضا الزعبي، ثلاث رموز. يا سلام يا سلام، أشكرك يا علي بوشارب على هذه المعلومات هنا في هذه اللحظات. ونتابع وإياكم المركز الثالث، المركز الرابع. هناك مروح، ومروح في رصيده أيضا رمز، في رصيده رمز هناك أيضا في مهرجان الأمير الوالد في العام الماضي. شاهدنا مروح من انتزع الخنجر. المركز الخامس هناك سراب لمحسن بن سليم بن بخيت الخوار، الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين. نتابع ونعود إلى المقدمة، نعود إلى سيد الموقف بالمركز الأول مع بوابة العبور، الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط الرئيسي. يا سلام يا سلام، الله الله، مع اندفاعة الغزال اللي في المقدمة، اللي في المقدمة وفي الصدارة. نشاهد نشاهد الغزال هنا في مقدمة الشوط، وكم يملك هنا في هذه اللحظات. هنا الغزال في صدارة هذا الشوط من إنجازات عديدة ماضية في سجل الحافل بالإنجازات. هناك مع الغزال وبن سفران. يا سلام يا سلام يا أبو عبد الله، هناك من يتابع ويرافقه هنا في مقدمة الشوط وفي المركز الأول وفي الصدارة. نتابع هناك المقدمة والاندفاع، الاندفاع مع الغزال اللي بالمركز الأول وفي الصدارة. نتابع في هذه اللحظات مع الاندفاع. يا سلام يا سلام يا الغزال اللي بالمركز الأول، هناك نشاهده في المركز الأول ومع أقباننا يا أبو عبد الله على الختامي. نبينا ناموس على الغزال هناك مع الختامي في الأيام المقبلة. نشاهده هنا يندفع بالمقدمة وفي الصدارة. يا سلام يا سلام، المركز الثاني هنا زعفران، زعفران مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين، شاهين الزعبي. يا سلام، هناك مع المركز الثالث عبد الله بن سعيد الزعبي على المركز الثالث مع شاهين. مروح بن ذروة على المركز الرابع، نشاهده أيضا هنا قدوم في هذه اللحظات مع أيضا عبد المحسن بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على المركز الرابع. ينطلق يندفع في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع وبقيادة فهد بن عبد الهادي، من يتابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نشاهد ونتابع إسعاف لعبد
الله بن خالد بن ناصر الحميدي على المركز الخامس، يعود اسعاف وخطير اسعاف، لديه انجازات في العام الماضي شهدناه تابعناه ايضا، هو اسعاف اللي على المركز الخامس. نعود الى الغزال، نعود الى الغزال وصراع المقدمه يا جماعه، يا جماعه الشوط الرئيسي بالانتظار، الشوط الرئيسي بالانتظار، الناموس غالي، الناموس غالي، وهنا ايضا هذا المحلي ما قبل الختامي، ما قبل الختامي، ونقطه ثمينه، نقطه رئيسيه مع الكيلو ونصف الكيلو الاخير، والغزال الغزال، يا سلام يا سلام، عبد الله بن مسفر بن زفران هنا في هذه اللحظات مع المقدمة، عبد الله بن مبارك بن سفران هنا من يتابعه، من أيضا يرافقه في هذه اللحظات، وأيضا يا سلام يا سلام الله المركز الثاني، شوف القدوم في هذه اللحظات ومن يصل على المركز الثاني، هنا أيضا الزعبي مع شاهين بدأ يغير، ولكن زعفران، زعفران متواجد، الخيارين مشلش الخيارين قادم مع زعفران، المركز الرابع إسعاف، إسعاف قادم لمالك عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي، المركز الخامس مروح لعبد المحسن بن ذروة البريدي، يا سلام يا سلام الله، هنا في هذه اللحظات ولديه نقطة أيضا بعير الحميدي اللي على المركز الثالث يغير في هذه اللحظات، ولكن هنا أيضا 900 متر الأخيرة، يا سلام يا الغزال يا الغزال في المقدمة في المركز الأول في الصدارة، نتابعه نشاهد الغزال اللي انطلق مع 800 متر الأخيرة مع المركز الأول، ولكن زعفران، زعفران قادم، اسعاف قادم على المركز الثالث، الله يا هذا الشوط، شاهد وتابع، تابعوا المقدمة، ولكن تابعوا اللي يقوم راس وينتهي راس، عوايده، عوايده متعود على العوايد ايضا، متعود على النواميس، متعود على ايضا الزعفران، متعود على السيارات، متعود على النواميس يا ابو عبد الله، يا سلام يا سلام مع المقدمة، ولكن شوفوا اسعاف، شوفوا اسعاف قادم، اسعاف قادم يشكل الخطر الاكبر مع اسعاف، ولكن الغزال، الغزال وسعاف، ولكن الغزال، الغزول، يا سلام يا سلام يا بن سفران، سلام وتحية واحترام مع الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للإنتاج والمنتجين، الغزال راعي العوايد، راعي النواميس، سلام يا أبو عبد الله، سلام سلام يا مبارك يا بن سفران على هذا الناموس، تهانينا تهانينا، والناموس تهانينا هنا في هذه اللحظات مع أيضا رقم واحد والمركز الأول والشوط الأول، تهانينا لمبارك بن عبد الله بن سفران ولي عبد الله بن مبارك بن سفران على هذا الناموس المركز الثاني، إسعاف لي مالك عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي المركز الثالث، هنا يصلنا في هذه اللحظات الريان لناصر بن راشد بن شابل المركز الرابع، المركز الرابع مروح لعبد المحسن بن عبد الهادي بن ذروة البريدي، المركز الخامس، المركز الخامس زعفران لمشلش بن سعيد بن محمد الخيارين، الله يزع ايضا هنا يا الغزال، يا الغزال من انتزع الناموس صاحب سياره في مهرجان الامير الوالد، هو يحمل الرقم واحد وفاز بالشوط الاول الرئيسي هنا في هذه اللحظات، وناموس رئيسي بالانتاج، تهانينا يا مبارك بن عبد الله بن زفران، 13 دقيقه 21 ثانيه 6 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس لبن زفران على هذا الناموس مع هذا الشوط الرئيسي، المركز الثاني وصل في هذه اللحظات، اسعاف توقيته 13 دقيقة 24 ثانية 21 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على فوز اسعاف بالمركز الثاني، المركز الثالث، ومن يصن الريان اللي ما جبنا له طاري الا عند خط النهاية، وهو صاحب ايضا رمز الانتاج في مهرجان المؤسسة الريان، يا سلام، 13 دقيقة 35 ثانية 31 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لناصر بن راشد بن شابل المري، تهانينا.